الزيت. ما هي هذه اللي لم افهمها؟ اسكو انها غير متواجده مع وزير انه سبق ونصرح وقال باللي راهي متواجده في السوق، ما رغم في الواقع راهي غير متواجده، وهذه اهانه كبيره للمواطن السكيكدي والمواطن الجزائري، وكاننا في حرب، وكاننا في حرب، اقسم لك بالله اهاناتك. بالنسبة للمياه في بلدية البرواقية لشاطو دو كافيرغي، الماء يا عجبها تعطوه لنا بالتربولات والصنان والصيف، اللي ماتوا بالكورونا الله يرحمهم، واللي راهم جايين يموتوا بريحة الصنان شنقول لكم؟ ربي يقدركم وربي يكون معاكم. حجم الأزمة التي وصلت لمستويات قياسية